بتلقون المقادير في الديسكريبشن بوكس تحت الفيديو. ذوب الزبدة مع الرايس كريسبيز. أنا شخصياً ما أحب طعم الفيمتو في النهاية، فأنصحكم تستبدلونه بالعسل. قطعوا الخوخ المجفف، اضغطوا مزيج الرايس كريسبيز لتكوين القاعدة، ضيفوا الخوخ المجفف وامزجوا مقادير الكريمة. صبوا الكريمة في القوالب وزينوها بالفيمتو. دخلوها ثلاجة لمدة ساعتين أو ثلاث وقدموها باردة.